العنف ضد المرأة زي ما كنت بقول دلوقتي، عاوز تكاتف كل الجهود وكل الوزارات من التعليم والخطاب الديني والمساجد والكنائس والتربية في البيت والأفلام والمسلسلات وألعاب الأطفال، كل ده بيساعد على العنف. فإحنا عاوزين نروق كده ونطلع أجيال هادية مثقفة تقرأ بدل ما تلعب بألعاب عنيفة وشيء من هذا، يعني نستخدم التكنولوجيا بطريقة أفضل. دي وثيقة تعاون عشان نقدر نوعي الجمهور العربي بدور المرأة في الحفاظ على الأمن القومي في البلاد، بأنها تربي جيل محب لأوطانه، أنها تساهم في الحديث والمناقشة والمفاوضة عن السلام بدل الحرب، أنها تشارك مع الأمم المتحدة في مراقبة المعسكرات ودراسة احتياجات المرأة في معسكرات اللجوء والنزوح. الحقيقة المرأة المصرية احنا عملنا مجهود كبير بالرغم من الثلاث سنين او الاربع سنين الصعبة اللي فاتوا، من اول لجنة الخمسين ودخول حقوق لاول مرة للمرأة العربية المصرية في هذا الدستور، و قانون الانتخاب برضو عطلها في حدود 70 كرسي، بالإضافة إلى 25% في المحليات، يعني 13,500 كرسي في المحليات. وعليه من ناحية الناحية الدستورية الأمر كويس جدا. المشكلة دلوقتي هو إزاي نترجم ما جاء في الدستور إلى قوانين فاعلة ونافذة. زي ما شفتوا في الفترة الأخيرة الرئيس مضى قرار تعيين 26 قاضية مصرية بعد توقف عدة سنوات طويلة، فده تطبيقا لما جاء في القانون، لأن المادة 11 في القانون، وأنا كان لي شرف أن أنا أكون في لجنة الخمسين ودخلنا ذكر القضاء والمناصب العليا بالذات في المادة 11 بتاع الدستور. ففي حاجات كتيرة اتعملت للمرأة المصرية، والتحرش والقانون التحرش، لكن احنا عاوزين نغير قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العلاقة الأسرية، لأن في عنف داخل الأسرة ضد المرأة، ودي عاوزة نغير ثقافة الرجل والشاب بحيث ان الامور دي تتغير. حضرتك شايفة ان المرأة المصرية ابتدت تاخد دورها الفعال في المجتمع؟ خدت الى حد ما، لكن مش كفاية.